تسببت عضة كلب مسعور في وفاة طفل من أمام منزله في مدينة ناصرية، إلا إن إهمال الأمر وعدم وجود العلاج تسببت له في مضاعفات خطيرة مما أدى إلى وفاته. والده تحدث لنا عن حجم المعاناة والمأساة التي مر بها. مولي يعني ابني فاجعة، بس لها مسببات والأسباب مشخصة. تشخيص، احنا تابعنا القضية، البيطرة، البيئة، البلدية، الصحة، الذقار، ماكو صوت مسموع له. ولهذا السبب طفل مغدور عمره 11 سنة بباب البيت نتيجة من الكلاب السائبة، إضافة إلى الصحة رحنا صارت الحالة، علاج ما موجود. وخلف الحادث خوفا ورعبا لدى الأهالي الذين دقوا ناقوس الخطر بعد ارتفاع عضات الكلاب بالمنطقة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه المعضلة تجنبا لسقوط أرواح أخرى. يمكن مو بمدينة الناصرية، أعتقد في كل المحافظات اللي صار ظاهرة الكلاب المرتزقة، الكلاب السائبة في وسط المدينة، جاي نعاني من أذن في وسط المدينة. يطلع شاب عمره بال 11 سنة 12 سنة في باب البيت يتعرض إلى كلاب مرتزقة. بعد الحادث نذهب به إلى المستشفى، ظلينا بالمستشفى أكثر من 4 ساعات 5 ساعات احنا ندور له على علاج في المستشفيات الناصرية كلها ما موجود. كما لا تخلو مدينة الناصرية من انتشار الكلاب السائبة والتي باتت تهدد سلامة المواطنين، والذي يرجع سبب انتشارها داخل المناطق والأحياء السكنية إلى الدور الضعيف للدوائر المختصة في مجابهة تلك الظاهرة. هذه الظاهرة المستسرية في الشوارع وخاصة داخل المدينة، يعني مو خارج المدينة، وللأسف أدى إلى وفاة أحد أبنائنا داخل المدينة. واليوم هذه الظاهرة واجب من واجبات الدولة أن تكافحها، خاصة البيئة. وينتظر المواطنون انطلاق حملات القضاء على هذه الكلاب منذ فترة طويلة لما باتت تشكلهم الخطر عليهم وعلى عوائلهم، لكن من دون أي استجابة تذكر. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.